استقبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة أهل البلاد المفدى حافظه الله في قصر القضيبية هذا اليوم فخامة الرئيس نيكولا ساركوزي رئيس الجمهورية الفرنسية الأسبق بمناسبة زيارته لمملكة البحرين. ورحب جلالة العاهل المفدى بفخامة الرئيس الأسبق واستعرض معه علاقات التعاون والصداقة التاريخية الوثيقة التي تجمع البلدين والشعبين الصديقين، مشيدا جلالته بالمستوى المتقدم للتنسيق المتبادل وما يشهده من ازدهار وتطور على كافة الصعد بما يخدم المصالح والتطلعات المشتركة. وأعرب جلالته عن تقديره للدور الذي اطلع به فخامة الرئيس الأسبق في توطيد العلاقات البحرينية الفرنسية، منوها بالدور الفاعل للجمهورية الفرنسية وأسهاماتها مع المجتمع الدولي في إرساء دعائم الأمن والاستقرار وتعزيز السلام على المستوى الإقليمي والعالمي. كما جرى خلال اللقاء بحث تطورات الأحداث التي تشهدها المنطقة بالإضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. من جانبه عرب فخامة الرئيس الفرنسي الأسبق عن شكره وتقديره لحضرة صاحب الجلالة على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة وعلى جهود جلالته لترسيخ روابط الصداقة التاريخية وتطوير مجالات التعاون الثنائي مع الجمهورية الفرنسية.